أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين. نحن في المبحث الرابع الذي هو بعنوان عقيدتنا في المجتهد. قال المصنف قدس سره: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت صلوات الله عليه وعليهم. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه، ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته. وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى نائب الإمام. خب، هنا أكثر من نقطة وملاحظة في هذا الشأن. أولا، لما ثبت عندنا كما شرحناه سابقا بأن مرجع التقليد أي الفقيه الجامع للشرائط قد نصبه الإمام المعصوم قائدا وحاكما وحجة علينا لقوله عليه السلام: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن الكلام هنا يقع في هذه المسألة، أنه هذا الفقيه هل يرجع له فقط في مسائل الحلال والحرام التعبدية والمعاملاتية وما أشبه، أم هو في الواقع له ما للإمام من صلاحيات؟ يعني مثل ما نقول بأن الإمام صلوات الله عليه هو الحاكم المطلق، نحن كما تعلمون كشيعة لا نؤمن بالحكومات الوضعية، كلها نعتبرها حكومات فاقدة للشرعية. يعني ليست هنالك اليوم على وجه الأرض حكومة شرعية واحدة، كلها تفتقد الشرعية. الحكومة الشرعية في نظرنا هي حكومة الإمام المعصوم. فالكلام هنا أنه في زمان غيبة الإمام المعصوم صلوات الله عليه، هل الفقيه الذي ثبت لدينا أن الإمام عليه السلام قد نصبه حجة، قد عينه حجة علينا، هل هذا الفقيه له الولاية؟
يعني يصبح نائبا عن الإمام صلوات الله عليه، حاكما علينا، يعني هو المستحق للحكومة الفعلية. اختلف الفقهاء، معظمهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الفقيه الجامع للشرائط هو ولي حاكم. صار واضح؟ ثم اختلفوا في حدود هذه الولاية، قالوا بأن الولاية هنا ولاية مقيدة أو ولاية مطلقة. هل أنها ولاية مقيدة بالأمور الحسبية فقط أو الحسبية فقط، أم هي شاملة لكل الأمور؟ وهل أن ولاية الفقيه منحصرة في مثلا قبض الحقوق الشرعية، في مثلا رعاية شؤون القصار، في الأوقاف وفيما هو أشبه، أم تشمل كل شيء؟ اختلافات متنوعة موجودة بين الفقهاء. هنا أيضا مسألة أخرى، أنه إذا ثبت عندنا أن الفقيه نائب للإمام وله الولاية، صحيح؟ بمقتضى النصوص الموجودة، من بينها مثلا النص الشريف الوارد عن الصادق صلوات الله عليه أنه انظروا مضمونه، انظروا في من يعرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم حاكما، إني قد جعلت هذا الشخص عليكم حاكما. هنا طبعا يستدل الفقهاء بعدم الجواز التقاضي أو التحاكم لدى الحكومات الوضعية، يعني الطاغوت في الحكومات المدنية، مثلا في قضايا الزواج، في قضايا الإرث، في قضايا الطلاق، في أي قضايا من القضايا لا يجوز الذهاب إلى المحاكم الموجودة، هذه المحاكم يعني الوضعية، إلا من باب الاضطرار وشرائط عديدة وبإجازة الحاكم الشرعي. أيضا المفروض حقيقة حسب النصوص الدينية وحسب الأحكام الشرعية أنه أنا حينما أختلف معك أذهب إلى الحاكم الشرعي، إلى مرجع التقليد أو من ينوب عنه، هو من يفصل بيننا، خلص. وهذه العادة كانت موجودة إلى زمان قريب في العراق، في إيران، في هذه البلدان، في البحرين. أما مع الأسف في هذا الزمان المتأخر بدأ بعض المؤمنين، بل جل المؤمنين، يذهبون إلى المحاكم الوضعية، إلى محاكم الدولة، وهذا خطأ، هذا حرام أصلا شرعا، يعني حرام حرام. صار أقل اختلاف بينك وبين شخص آخر المفروض أن تذهب إلى الحاكم الشرعي، أنت وهو، مرجع التقليد أو من ينوب عن مرجع التقليد، هو من يقضي بينك لا أكثر ولا أكثر. أما أن تذهب إلى الحكومات الوضعية فلا يجوز. الكلام هنا أنه إذا ثبت عندنا أن كل مرجع جامع للشرائط هو نائب عن الإمام، خب هنا وقع التزاحم، وقع التزاحم هنا، لأنه عندنا أكثر من مرجع، وكل مرجع حاكم صحيح له الولاية، فأي منهم يجب أن يكون الحاكم الأعلى أو الحاكم الأعلى؟ من الذي يجب أن يتولى دفة القيادة في البلاد؟ من هو اللازم يصير الرئيس الحاكم؟ قسم قالوا من نهض بالأمر وتغلب على الآخرين، اللي هذا المعمول به حاليا في إيران، يعني بقية الفقهاء كلهم معزولون. لماذا؟ لأن شخصا واحدا قطع شوطا في هذا الأمر وسابق الآخرين فوصل إلى الحكم، خلص، فعلى الآخرين، أصبح مبسوط اليد كما عبر عن ذلك، أصبح مبسوط اليد، فعلى الجميع عدم مزاحمته. هذا هو ما يسمى بولاية الفقيه الواحد، ولاية الفقيه الواحد. في قبال هذا الرأي هنالك رأي آخر معروف للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، الذي يقول بولاية الفقهاء أو ولاية شورى الفقهاء،
وما هو الاستدلال على ذلك؟ الاستدلال بأن كل فقيه هو حاكم، صحيح؟ الإمام جعل زيدا حاكم وعمرا حاكم، صحيح؟ فهذان الاثنان لا يجوز أن يستأثر أحد منهما بالحكم دون الآخر، لابد لهما أن يتشاورا معا حتى يحكمان ويأخذان الرأي بالأغلبية. مثلا عندنا 5 فقهاء، يتشكل مجلس شورى الفقهاء المراجع، هذا المجلس يكون هو بمثابة حاكم الدولة الإسلامية، أعلى السلطات، طبعا بغض النظر عن الحكومة المنتخبة وعن المجلس يعني الشوروي وما أشبه، يعني انتخابات هم نقرها ما نقول لا، ولكن الرئيس الأعلى من له يعني الإبرام وله النقد هذا هو مجلس شورى الفقهاء. هؤلاء 5 فقهاء يجتمعون يتشاورون فيما بينهم ويأخذون قراراتهم بالأغلبية أو بالأكثرية، عفوا. صار واضح؟ لأنه القضية بديهية هنا. نفترض أنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثلا جاء وعين عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليه، عينه حاكما على الكوفة، زين؟ في زمان خلافتي، نفترض هكذا، جاء جعل عمار بن ياسر هو الحاكم على الكوفة وأعطاه عهده، هذا أصبح والي أمير المؤمنين على الكوفة. في نفس الوقت أعطى ولاية أخرى لأبي ذر مثلا، نفرض هكذا، أيضا على الكوفة. في نفس الوقت أعطى ولاية ثالثة لسلمان على الكوفة، صار عندنا 3 ولاة على الكوفة كلهم منصوبون من الإمام المعصوم، صحيح؟ فهل يجوز لواحد منهم أن يستأثر بالحكم؟ لا، لأنه راح يصير تعارض بينه وبين الآخرين. فإذا يجب على 3 أن ماذا يفعلوا؟ لا أن يتشاوروا، يعني يتشاوروا ويأخذون الرأي بالأكثرية ويحكمون بالأكثرية، وهذا عين ما يجب أن يقع اليوم، ومع الأسف أنه غير واقع. ولذلك التجربة القائمة في إيران تجربة منحرفة، يعني انحرفت عن الطريق السليم. خب، عقيدتنا في المجتهد، ما هي شروط المجتهد؟ هنالك شروط ذكروها. أولا العقل، صفحة 80 احنا، العقل بمعنى أن لا يكون مجنونا، وهذا واضح. البلوغ، فلا يصح تقليد غير البالغ حتى ولو كان مجتهدا. نفرض أنه صبي ولكن مجتهد، ممكن يقع هذا الشيء، ممكن يقع، بالي ممكن يقع، لا ما يجوز. الشرط الثالث الرجولية، فلا يصح تقليد المرأة مهما شمخت بالعلم. الحياة، فلا يصح تقليد الميت على خلاف بين الفقهاء، يعني على خلاف أكو، حتى بعض الفقهاء يرون أصلا حرمة تقليد الميت مطلقا، يعني حتى البقاء عليه لا يجوز. سيد الروحاني، سيد صادق الروحاني الحالي المرجع المعروف، يرى حرمة عدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا، مخالف لرأي مشهور، بل مخالف لرأي مشهور. فالكلام أن هنالك خلاف، قسم من الفقهاء جوزوا البدء ابتداء تقليد الميت مثل أخبارية مثلا، زين، قسم من الفقهاء قالوا لا يجوز البقاء، وحتى الذين قالوا بجواز البقاء فصلوا في المسألة، قالوا يجوز البقاء مثلا بإجازة الفقيه الحي، لازم تحصل على إجازة فقيه حي، يعني تقلد الفقيه الحي في مسألة البقاء، في أن تبقى على هذا الفقيه، وإلا لا يجوز لك، يجب أن ترجع إلى الأحياء، إلى واحد من الأحياء. قسم قالوا لا يجوز البقاء إلا في حال أن يكون هذا الميت أعلم من الأحياء، إذا ثبت أنه أعلم من الأحياء ففي المسائل التي أفتى بها يجب البقاء على تقليده، حتى أصلا وصلوا إلى الوجوب أنه يحرم ترك
تقليده. وحكي هذا الرأي عن السيد السيستاني حاليا أنه يقول بأنه المسائل التي عمل بها المكلف على رأي السيد الخوئي فيجب أن يبقى عليها، على ما يقال. أنا ما مثبت بالنسبة إلى هذه الفتوى حقيقة، بس هالشكل بلغني والله العظيم. موجود هذا الشيء عندهم؟ لا عفوا، بس موجود أيام السبزوار وأيام أيام السيد السبزواري. آه هالشكل قال السيد السبزواري، قال ابقوا على الخوئي. أستبعد جدا، لأن السيد السبزواري لم يكن يرى أعلمية الخوئي. السيد السبزواري كان يرى أعلمية نفسه أصلا، هو يعني نظير للخوئي، ما كان يعني يمكن. الله العالم، الله العالم، الله العالم، الله العالم، الله العالم. خب زين، هنا تفصيل جيد بالنسبة إلى قضية الحياة. قال: فلا يصح تقليد الميت على خلاف بين الفقهاء فيما لو قلده ابتداء فذلك غير جائز، أما استمرارا كما لو كان أعلم من الأحياء فيجوز أو يجب البقاء على تقليده في المسائل التي له رأي فيها. وهناك من الشيعة من جوز تقليد الميت ابتداء عكس المتسالم عليه لدى مشهور الفقهاء، واستدل المجوزون على ذلك بأدلة منها، من بين أدلة جواز تقليد الميت ابتداء إنكار مشروعية التقليد من الأصل. يقول أصلا ماكو شيء اسمه تقليد، تقليد ماكو، لأن رجوع العامي إلى المجتهد إنما هو من باب الرجوع إلى رواة الأحاديث. يقولون الرواية الواردة عنه عليه السلام، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ما قال قلدوا مثلا. زين، فهنا رجوع إلى رواة الحديث، رجوع إلى رواة الحديث، والمفتي ينقل الرواية لا أنه يفتي حقيقة حسب نظره ورأيه. هذا ينقل الرواية المفتي، مو أنه يفتي هو بالفعل حسب نظره ورأيه. ومن الظاهر أن حجية الرواية وجواز العمل بها لا يتوقفان على حياة الراوي بوجه، لأنها حجة ويجوز العمل بها سواء كان المحدث حيا أم ميتا. يعني ما دمنا نقول بعدم التقليد، وأن القضية لا تعدو كونها رجوعا إلى أصل الروايات عن طريق الواسطة وهو الراوي أي هو الفقيه، فإذن هنا لا مدخلية في أن يكون الفقيه حيا أو ميتا، مو مهم ليكون حيا أو ميتا. المهم أنا أرجع إلى الرواية، يعني إلى من يفهم الرواية ويشرحها لي، سواء كان ميتا أو كان حيا. وطبعا هذا القول مردود بروايات أخرى، من بينها مثلا حينما أنكروا قضية التقليد الإمام عليه السلام في نص آخر يقول: فللعوام أن يقلدوه. فإذا هنا مشروعية للتقليد. ثم لا يخفى أنه بالنتيجة هذا الذي يستنبط الأحكام لا يرجعنا إلى رواية بعينها، وإنما يرجعنا إلى نظره الذي تكون من مطالعة الروايات. صار واضح؟ فهو إذن لا يرجعنا إلى أصل الرواية، وإنما نحن نرجع إلى نظره وإلى استدلاله. العدالة: فلا يجوز تقليد الفاسق، فهو بمثابة شيطان إنسي رفض السجود لشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. الإيمان: فلا يجوز تقليد غير المعتقد بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام. طبعا هنا ممكن أن يحصل، يعني قد واحد هنا يستغرب يقول لماذا ذكر هذا الشرط، لأنه بالفعل ممكن أن يحصل شخص عنده القدرة على الاجتهاد في روايات الأئمة عليهم السلام حسب القواعد المعمول بها ويأتينا بالفقه، أما هو ليس اثني عشريا، ليس مسلما شيعيا. يعني هذا ممكن الوقوع، لأن قضية الاجتهاد صنعة في الواقع، هي قضية صنعة. يعني ممكن الإنسان الفاسق أن يكون مجتهدا قادرا على الاجتهاد،
ممكن الإنسان مثلا غير المؤمن أو غير العادل أن يكون مجتهدا، لكن مع هذا نحن لا نقبل الفتوى إلا من العادل المجتهد الإمامي بلي الحي بلي أحسنت. الحرية، فلا يصح تقليد الذين يرزحون تحت نير العبودية، لأن ذلك يؤدي إلى أن كل ما يصدر عنهم من فتاوى لا يعبر عن الإرادة الحرة التي لا بد للفتوى أن تنطلق منها. الحرية هنا مو يعني المعنى المتعارف، يعني إنسان يكون حر في القول والفعل، لا، في قبال العبد، يعني ما يكون من العبيد، يعني ما يكون مملوك. وهذا واضح لأن الآن العبودية اختفت في العالم، تقريبا اختفت العبودية في العالم. الضبط المتعارف، أي أن يملك ذاكرة وحافظة تؤهله أن لا ينسى أحكام الله تعالى. طبعا مو أن لا ينسى، أن لا ينسى آليات، أو لنقل أن لا ينسى مباني استنباط أحكام الله تعالى، مو أنه ينسى الأحكام، لأن كثير من الفقهاء ينسون الأحكام، ممكن أن ينسوا، هذا أمر يعني يعرض على كل إنسان، ذاكرة الإنسان محدودة. أما أنه ما ينسى كيف يجتهد، مباني الأحكام، بل يعني مباني الأحكام، يعني الآن إذا عرضت عليه مسألة وكان ناسيها بأقل اجتهاد، أو حينما يرجع إلى الأصول يتمكن من أن يستخرج الحكم مرة أخرى. صار واضح؟ يعني يكون عنده ضبط الاجتهاد، يعني الاجتهاد يكون باقيا فيه، بل مو أنه ينس، مو يسأل ويجاوب بسرعة، لا لا، أنه بل مسيطر على ملكة الاجتهاد، مو على الأحكام بما هي أحكام. هذا تعبير خاطئ أو تعبير ناقص، لأن الأحكام ممكن أي واحد ينسى. إحنا كثيرا ما كنا نسأل بعض المراجع مسألة يقول ناسي الآن مو في بالي، أرجع إليها بعدين أذكرها لكم مثلا. هذا الشيء يحصل مع أعظم الفقهاء، مو فتشي يعني. أما القضية أنه ما ينسى كيف يجتهد أو كيف يستخرج المسألة، كيف يستنبط المسألة أو الفقه، بل يعني يكون عنده سيطرة في هذا الجانب، يصير عنده ضبط، ضبط، ولذلك يعبر عنه بالضبط المتعارف. لا هسه ممكن هذا ما يتذكر أيضا، أما قلت من يرجع إلى الأصول وشوي يدقق النظر يستخرج الحكم، مو أنه يحتاج مرة أخرى إلى أن يدرس مثلا القواعد الأصولية لأنه يكون نساها مثلا فما يقدر يجتهد، أو القواعد الفقهية فما يقدر يستخرج الفتوى. صار واضح؟ بلي واضح. أما تقدر عندك مقدرة حسب عقلك المحدود أنه تحفظ كل الروايات؟ ما تقدر، هو قدر المستطاع وندرك نحفز نفسنا. أما كلامنا الآن في قضية الضبط المتعارف، أنه يعني شنو ضبط المتعارف؟ مو يعني تحفظ الروايات، بل يعني القواعد التي يتمكن من خلالها من استخراج الحكم، من استخراج الفتوى. الشرط الأخير، طهارة المولد، أي أن لا يكون ابن زنا. خب لماذا؟ شنو السبب؟ هذا شنو ذنبه؟ أحسنتم، وهذا السؤال الذي يتبادر، وهذا شرح الجواب. وذلك لأن الوظائف الاجتماعية لا سيما الدينية منها منوطة بمن يحبه الناس ويميلون إليه بطبائعهم، لذا تراهم ينفرون غريزيا من المنبوذ الذي لم يلاق الرعاية الحسنة والمطلوبة. هنا أكثر من قضية طبعا. أولا، هذا الذي هو ابن زنا بلا شك وبلا ريب لا ذنب له، هذا أمر يعني مفروغ منه. أما لأنه ابن زنا لا يعني هذا أنه لم يتأثر تكوينيا ونفسيا وجينيا إنجاز التعبير بتولده من الزنا، هذا شيء ثابت علميا
للعلم أن الولد الذي يتولد والعياذ بالله من علاقة محرمة يكون مضطرب النفس عموما، يعني لا يكون سويا كما الذي ولد عن طهارة، كما الذي ولد من نكاح وليس سفاحا. ليش؟ لأنه شوفوا شخصية وطبيعة الإنسان حقيقة تتكون منذ لحظة انعقاد النطفة، هذا شيء موجود عندنا في الروايات، منذ لحظة انعقاد النطفة تتكون شخصية الإنسان. ولذلك النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ مكارم الأخلاق يوصي أنه لا تجامع امرأتك مثلا وأنت خائف، لا تجامع امرأتك في السفينة، لا تجامع امرأتك وأنت واقف، لا تجامع امرأتك مثلا في شعاع الشمس، ويذكر السبب، إذا مثلا وأنت خائف هذا الولد سيخرج مثلا خائفا بالمستقبل، إذا مثلا هسه ما ذكر الرواية، رواية طويلة جدا، إذا كان مثلا في عين شعاع الشمس ممكن أن يكون أبرص مثلا في المستقبل، إذا كان مثلا ما أدري بشهوة امرأة غيرك يكون هذا الرجل ديوث والعياذ بالله. بعض الرجال يجامعون أو يأتون زوجاتهم وهم في مخيلتهم نساء أخريات والعياذ بالله. لا بغض النظر عن الإثم، الآن كلامنا على التأثير التكويني. فلذلك يطلع الولد مثلا ديوث ما يغار على عرضه في المستقبل، يخلي امرأته تصير سافرة، يخلي امرأته تصير يعني تخرج أمام الرجال عادي طبيعي ما يتأثر مثلا، وهكذا أشياء. فلحظة انعقاد النطفة جدا مهمة، ولذلك دائما يوصى أنه تخير الوقت، ليكون مثلا القمر في العقرب، يكون الإنسان على طهارة، يكون على وضوء مثلا، يدعو بالمأثور حتى الولد إن شاء الله يكون مؤمن مبارك زين، مثلا ما يكون ينظر إليه ناظر محترم، ما يكون حتى الأطفال ينظرون إليه في فترة الليل وليس في فترة النهار، مو في فترة الزوال، مو في فترة ما بين الطلوعين، لأن كل هذه الأمور تؤثر. فإذا الولد الذي ينشأ من علاقة محرمة أو تنعقد نطفته في حال الزنا بلا شك هذا يعني يترك تأثيرا عليه وإن كان لا دخل له، ولكن هذه قضية مسببات تكوينية، بعد قضية مسببات تكوينية، مثل ما واحد يروح يشوه وجه إنسان بلا شك وجه الإنسان الآخر لا ذنب له في الموضوع، أما الله جعل الأسباب بمسبباتها، يعني صار واضح؟ فما يقدر ذاك يعترض أنه يا إلهي ليش أنا وجهي تشوه، أنا ما إلي ذنب. صحيح الذنب على ذلك الرجل بلا شك، أما أنت راح تتلقى هذا الأثر التكويني على وجهك، ستتشوه نتيجة وتحتسب أمرك إلى الله. فكذلك هذا الولد الذي هو ابن زنا، لأنه طبيعة أثناء عملية الزنا يكون كلا الاثنين الزانيين يعني يكونان مضطربين نفسيا، لاحظتوا شان يمارسان الحرام بعد مو الحلال، فما يكون في حالة هدوء، ما يكون في حالة يعني استقرار نفسي، يكون في حالة اضطراب، يكون في حالة والعياذ بالله شيء يعني شيطانية، حالة إبليسية، الشياطين تكون موجودة كذا هالأمور. فنتيجة هذه النطفة التي تنعقد وهذا الجنين الذي يتكون لا يكون كمن ولد عن طهارة في الاستقرار وفي سلامة العاقل وفي سلامة الروح وما أشبه ذلك. فلذلك يكون انحراف ابن الزنا أكثر من غيره. فإذا افترضنا أنه صار عندنا ابن زنا يعني ولد من حرام وأصبح مجتهد، هذا احتمال انحرافه أكثر من الولد الطاهر، صار واضح؟ هذا واحد. الشيء الثاني أنه يعني هذا سبب من الأسباب الذي يعني لا يجوز فيه تقليد ابن الزنا. السبب الثاني أو لعله السبب الثاني أن الناس تنفر من ابن الزنا طبيعيا وغريزيا تنفر، يعني الإنسان الآن إذا يعرف أنه هذا الشخص والعياذ بالله ابن زنا، ابن علاقة محرمة، طبيعته ينفر منه، قد يكون ما إلى ذنب بلا شك ما إلى ذنب، أما هو ينفر منه، طبيعة الإنسان هكذا. فكيف نتوقع أن الناس تلتف حول مرجع التقليد وهي تعلم بأنه ابن علاقة آثمة أو ابن زنا؟ بلا شك ينظرون له نظرة إيه هذا أبو أمه هالشكل سووا مثلا، فينفرون منه وهكذا. فإذا هنالك قضايا كثيرة، أسباب طبعا عديدة وطويلة،
التي تجعل هذا الشرط موجودا. هذا ليس ظلما لابن الزنا، ابن الزنا بإمكانه طبعا مسلم وهو يكون طاهرا، يعني ما يكون نجس، ويمكن أن يكون مؤمن، يمكن يكون من أدخل التقياء، مو مشكلة، يمكن يكون مجتهد يقلد نفسه، يعني هو قصدي يتحمل تبعات حكمه. أما لا يجوز له مثلا أن يؤم الناس، لا يجوز له مثلا أن يعني يطرح نفسه للمرجعية وما أشبه ذلك. خب، كل من اجتمعت فيه، صفحة 81، كل من اجتمعت فيه هذه الشروط والصفات صار مصداقا لما ورد عن مولانا الحجة المنتظر صاحب الزمان الروحي فداه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا أو أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. والمجتهد العادل له ولاية على كل ما يمت إلى الشريعة بصلة، إذ لا يحق لغيره الجاهل بأمور الشريعة أن يتصرف بأمور العباد الدينية والدنيوية، فإن ذلك من مختصات العالم بالدين المأمون على الأموال والأنفس والأعراض. وقد وقع الخلاف على ولاية الفقيه العامة على رأيين. شوفوا، هذا ولاية الفقيه العامة مو الخاصة. الأول لمشهور الفقهاء القائلين بعدم الولاية العامة، وإنما للفقيه ولاية خاصة على بعض الأمور التي تؤتى حسبة أو قربة إليه تعالى، يعني الأمور الحسبية كما ذكرنا، كالأوقاف العامة أو الخاصة التي ليس لها متول أو راع، وحفظ الأيتام الذين لا راعي لهم وما أشبه ذلك. هذه الأمور المحدودة للفقيه ولاية عليها، هذا رأي. الرأي الثاني، وهو أيضا رأي الإمام الراحل، لبعض الفقهاء القائلين بعموم الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة. هؤلاء يرون ولاية الفقيه العامة، ولكن الإمام الراحل أيضا ينظر إليها على أنها ماذا؟ ولاية أنقص من ولاية المعصوم، يعني هي أقل من ولاية المعصوم، لا تشمل كل صلاحيات الإمام المعصوم، وهي ولاية منوطة بولاية باقي الفقهاء، يعني يجب الاشتراك فيما بين الفقهاء خصوصا في الموضوعات العامة التي تشمل الجميع. أما في الموضوعات الخاصة التي تخص المقلدين ومرجعهم فنعم، للفقيه ولاية خاصة بهذا المعنى، يمكن أن لا يزاحمه فقيه آخر. نفترض اثنين مقلدين لزيد من الفقهاء، اثنان وقد اختصما، فذهبا إلى هذا المرجع وحكم بينهم، بعد مو لازم أنه بقية الفقهاء يصادقون على الحكم، صار واضح؟ أما إذا قلنا مثلا إعلان الحرب، إعلان الجهاد، تأسيس الدولة، هذه القضايا العامة التي تعم كل المسلمين، ففي هذه الحالة يجب أن الفقهاء أن يتشاوروا لكي يخرج الرأي بالإجماع أو بالأكثرية. طبعا هنا جيد أن ننبه إلى مسألة، يعني هو تنبيه ونصيحة. نحن الشيعة مع الأسف تساهلنا في هذا الحكم، وهو وجوب ألا ينتصب للحكومة غير الفقهاء الجامعين للشرائط، فقبلنا مع الأسف على مر الزمان بأن يتولى غيرنا الحكم ويحكم علينا، إلى درجة أننا قبلنا مو بشخص غير فقيه ولا بشخص غير عادل، وهو يعني شيعي غير عادل، ولا بشخص شيعي أصلا، ولا بشخص بكري عادي، وإنما بشخص مثل صدام حسين مثلا، قبلناه أن يأتي ويصبح حاكما، وتراخينا عموما هو والذي قبله والذي قبله، سواء بالنسبة للعراق، سواء بالنسبة للكويت، سواء بالنسبة للجزيرة العربية، سواء بالنسبة إلى البحرين، سواء بالنسبة إلى سائر الدول، قبلنا بأن يأتي هؤلاء وهم من خارج
دائرتنا وأمتنا يحكمون علينا، مع أننا في هذه البلدان غالبية أكثرية. لأننا قبلنا بذلك انطبق علينا الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وآله: كما تكونوا يولى عليكم. يعني احنا كنا نستحق صدام حسين، لو كنا احسن من هذا كنا نستحق احسن من صدام حسين. كذلك الامر في الكويت، كذلك الامر في الجزيرة، كذلك الامر في البحرين، كذلك الامر في سائر البلدان. فاذا يجب على المؤمنين حقيقة ان لا يرضوا بان يحكم غير مؤمن عادل فقيه منوط بإجازة بقية الفقهاء عليهم، أن لا يكون غير هذا هو الحاكم الأعلى. والآن اللي يجري الآن في العراق مع الأسف أيضا هو من الأخطاء الفادحة. على أي أساس يتأمر المخالف على المؤمن؟ هذا باطل، شرعا لا يجوز. المخالف مثل جلال طلباني مثلا لا يجوز له أن يتأمر على المؤمن، خصوصا في بلد نحن فيه الأكثرية والأغلبية. العراق بلدنا مثلا المفروض أن لا يقبل بأن يصبح جلال طالباني هو الحاكم، حتى وإن برروا ذلك بالقول أنه جلال طالباني حاكم صوري، يعني الصلاحيات كلها منوطة بيد رئيس الوزراء مثلا. حتى من قال أنه رئيس الوزراء هذا يمتلك الصلاحية لأن يصبح رئيس الوزراء. كل شيء يجب أن يكون منوطا بإجازة الفقهاء المراجع. يجب على المؤمنين في كل مكان أن يسعوا إلى من خلال مراجعهم الكرام على أن يجتمعوا ويأتمروا في مجلس واحد اسمه مجلس شورى الفقهاء، وهذا المجلس هو من ينصب حكومة مؤقتة أولا، ثم بعد ذلك يدعو الناس للانتخاب فتنتخب حكومة الفقهاء يشرفون عليها يراقبون أداءها. بهذه الحالة نحن إن شاء الله نحقق السلامة في الدين والدنيا. بغير هذه الحالة نسمح للآخرين بأن يتأمروا علينا، إذن فيما بعد لا نصرخ ونئن من الظلم، لا نصرخ ونئن من الاضطهاد. نحن الذين فرطنا عن بحقوقنا، نحن الذين فرطنا بحقوقنا، نحن الذين تفرطنا عن حقنا واجتمع الآخرون على باطلهم، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطابه لبعض أدعياء التشيع من أهل الكوفة، قال لهم: ما مضمونه أنتم متفرقون عن حقكم، وهؤلاء يقصد عسكر معاوية جماعة معاوية أهل الشام مجتمعون على باطلهم. ألا ليت معاوية يبدلني بكم كصرف الدينار والدرهم، يعطيني واحدا من رجاله وأعطيه عشرة من أمثالكم، وفي بعض الروايات مئة من أمثالكم. فليش تصير عندنا هذه الحالة حقيقة؟ ليش المؤمن الشيعي في الوحيد من بين كل الشعوب والأمم والملل والنحل يا واحد عطال وبطال يجي يتأمر عليه يسكت، بس حينما هذا شوية يأذي يظلمه يقتل أخوه يقتل ابنه هنا يتحرك بعد ما فات الأوان؟ يعني صدام ايش قد تحركوا ضد الشيعة حتى يزيحوها عن الحكم، وتسبب ذلك في إهراق دماء الملايين، مو بعد الألوف ومئات الألوف، صحيح أم لا؟ وتسبب في المظالم والمجازر. أما بعد فوات الأوان ليش قبلتوا بصدام من الأول؟ ليش قبلتوا بالبكر من الأول؟ ليش قبلتوا بالأخوين عارف من الأول؟ ليش قبلتوا بعبد الكريم قاسم من الأول؟ ليش قبلتوا بالملك فيصل من الأول؟ ليش قبلتوا بالعثمانيين من الأول؟ ليش من الأول من الأول ما تحركتوا وأقمتم دولتكم وحكومتكم؟ هو يعني مع الأسف حتى ثورة العشرين، يعني ثورة العشرين صارت ثورة العشرين، أما بعد ثورة العشرين شنو تمخض عنها؟ جاءوا بحاكم هم لعين، هذا الملك فيصل جابوه ما أدري من وين، خلوه حاكم على العراقيين وهو أصلا مو عراقي ولا حتى شيعي ولا حتى مؤمن، أصلا عميل للاستعمار، خلوه حاكم إلهم شيعة مسكت. هذا خطأ. حينما تفرط بحقك بعد ذلك لا تشتكي، أنت من فرطت بحقك بعد ليش تشتكي؟
انت قابل انه جيبوا لي ملة واحدة، يعني الان البكريين مثلا، خلينا نقول الان في الكويت يقبلون انه احنا نحكم بالكويت؟ ما يقبلون. ليش؟ يقولون الشيعة اقلية مواطنين. بل لا لا، الشيعة اقلية، مع انه كنا الى سنة 65 احنا الاكثرية كنا بالكويت. ما يقبلون باعتبار اقلية، يقولون يقولون اقلية. زين، ما يخالف. فاذا ليش الان في العراق الأقلية هي التي تحكم؟ ليش رئيس الجمهورية بيدها؟ سؤال، على أي أساس؟ ليش ما يقبلون رئيس الجمهورية يصير بالكويت شخص شيعي مثلا، خلنا نفرض، أو الأمير يصير شخص شيعي؟ أنا أقلية قلت مو مواطنين سواسية. يلا طبقوا المعايير على الجميع، وإما يعني نص نص على جماعة دون جماعة، هذا يصير يعني ازدواجية في المعايير ويصير ظلم وإجحاف، ونحن السبب في هذا الظلم والإجحاف لأننا متفرقون عن حقنا. لو اجتمعنا ودعمنا مراجعنا العدول الأتقياء، مو كل واحد يدعي المرجعية طبعا، العدول الأتقياء، وشجعناهم على أن يشكلوا مجلس شورى الفقهاء المراجع، وهذا المجلس هو الذي ينصب الحكومة، وطبعا تكون هذه الحكومة شرعية، وثم يدعو هذا المجلس الشعب المسلم لأن ينتخب حكومته، حتى البكريين نعطيهم حقوقهم لينتخبوا من يشاءوا، ماكو مشكلة، نشترك معهم في الحقوق والواجبات، ما عندنا قضية، يعني ما عندنا مشكلة في هذا الجانب. أما يجب أن يكون رأس السلطات من؟ الإمام المعصوم، ومن ناب عن الإمام المعصوم في زمان غيبته. صار واضح؟ خب الآن نأتي إلى الفصل الأول في هذه المادة أو في هذا المبحث، وهو فصل إثبات وجود الصانع جل وعلا، يعني إثبات وجود الله تبارك وتعالى. وهذا الإثبات، سلام عليكم ورحمة الله، وهذا الإثبات طبعا، سلام عليكم ورحمة الله، هنالك أكثر من دليل على وجود الله تبارك وتعالى، وهذه الأدلة أدلة مطولة يمكن الرجوع إليها في الكتب الكلامية والفلسفية المختلفة. أما نحن هنا سنمر على بعض هذه البراهين التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى، ولكي نلم بها، وفيما بعد إن شاء الله ننطلق نحو تفصيل هذه البراهين ما أمكن بإذنه تعالى. أول هذه البراهين التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى هو ما نسميه ببرهان الإمكان. وما هو المقصود ببرهان الإمكان؟ شوفوا، لقد سبق منا أن ذكرنا في بداية هذه الدروس في علم الكلام، ذكرنا أن الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأتصور كتبتم تعريفها صحيح، الواجب والممتنع والممكن، الواجب والممتنع والممكن. فذكرنا أن الواجب هو ما يستحيل عليه العدم، أي أنه واجب، واجب الوجود بذاته. زين، والممتنع هو الذي يمتنع عليه الوجود، يعني يستحيل أن يكون موجودا في الواقع الخارجي أيضا بذاته. والممكن هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، يعني ممكن أن يكون موجودا في الواقع وممكن أن يكون ممتنعا، ويحتاج إلى مؤثر لكي يغلب إحدى الطرفين على الآخر، يحتاج إلى مؤثر لكي يغلب إحدى الطرفين على الآخر، يعني يحتاج إلى من يجعل الامتناع مثلا يغلب على وجوده حتى يصبح ممتنعا. هو بالأصل ممكن، ولكن
ممكن أن تأتيه قدرة تأثير خارجية فتغير واقعه، بدلا من أن يكون موجودا زين فيكون ماذا؟ ممتنعا، والعكس بالعكس، يكون ممتنعا أو يكون عدما ثم يصبح ماذا؟ موجودا في الواقع الخارجي. صار واضح هنا؟ واجب الوجود ما هو؟ الله تبارك وتعالى هو واجب الوجود بذاته، هو واجب الوجود بذاته، يستحيل عليه العدم ويستحيل عليه الامتناع. خب الممتنع مثل ماذا؟ مثل وجود إله آخر، هذا ممتنع مستحيل. كذلك من بين الممتنعات مثلا ارتفاع النقيضين معا أو اجتماعهما معا، هذا أمر ممتنع. هل يمكن أن يجتمع النقيضان معا في وقت واحد وزمان واحد ومكان واحد؟ هذا مستحيل، لا يجتمع النقيضان. كذلك لا يرتفع النقيضان معا، لا بد أن واحد منهما ماذا؟ يكون موجودا، هذا أمر ممتنع، ممتنع بذاته. وفي القضية تفصيلات متعددة نبدأ بها الآن إن شاء الله تعالى. قال والمراد بالإمكان، يعني ما هو هذا برهان الإمكان؟ لا الإمكان فقط. المراد بالإمكان الشيء الموجود الذي اقتضت ذاته الوجود أو العدم، هذا هو الممكن زين، أي ما كان قابلا لهذه القسمة. خب ويقابله، يقابل الممكن ماذا؟ الواجب، يعني واجب الوجود، ويقابله واجب الوجود أي الواجب لذاته ومن وجوده نابع من ذاته لا من شيء آخر. شوفوا دققوا هنا، الممكن وجوده هل هو نابع من ذاته أم من مؤثر خارجي؟ دققوا هنا، الآن بدأنا في المباحث الرئيسية. الممكن الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، هذا الممكن صحيح؟ وجوده إذا افترضنا أنه موجود الآن، هذا الممكن، هل وجوده هذا نابع من ذاته أم من مؤثر خارجي؟ من مؤثر خارجي، لأنه ممكن مو واجب، مو واجب الوجود، يعني نبع وجوده ليس نابعا من ذاته وإنما من مؤثر خارجي، وهو عادة ما يكون الخالق جل وعلا. صار واضح؟ هو الذي خلقه، فهو الذي أوجده، فإذا وجوده نابع من مؤثر خارجي. كذلك الأمر في السيارة، السيارة ممكنة صحيح؟ من الذي أوجدها من العدم؟ هذا الإنسان الذي اخترعها مثلا. طبعا القضية كلها تسلسل، أكون الإنسان من الذي أوجدها، فأيضا خالق السيارة يكون الله عز وجل، هو الذي خلقها بالأصالة. أما كلامنا من الذي أوجدها الآن، هذا الشيء الممكن، السيارة ممكن الوجود وممكن العدم، من الذي أوجدها؟ هل السيارة بذاتها أوجدت نفسها؟ لا. فإذا وجودها نابع من مؤثر خارجي. وهكذا كل شيء تراه في الكون، إما أن يكون واجبا، إما أن يكون ممتنعا، وإما أن يكون ممكنا. فهل ترى أنت الآن شيئا في الوجود، يعني غير هذه الأقسام الثلاثة بعد ما عدنا، هل ترى الآن شيئا في الوجود تراه رؤية العين أنه واجب؟ واجب يعني شيء لا يمكن أن يتبدل، لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن يحل عليه العدم، ما صحيح؟ هذا الشيء الذي لا نراه. هل ترى شيئا في الوجود ممتنع امتناعا بحيث يستحيل عليه أن ينوجد، أن يوجد؟ ترى شيئا من هذا القبيل بغير القضايا المجردة، يعني مثل ارتفاع النقيضين واجتماعهما أو شيء من هذا القبيل؟ لا، لأنه كل ممتنع ممكن الوجود أيضا،
من الممتنعات العادية يعني أقصد المادية مثلا. الآن ما عندنا مي، ممكن واحد يجيب مي صحيح؟ الآن ما عندنا مثلا هذه المكون، مثلا ما عندنا الغاز فواحد يوجد الغاز، شيء من هذا القبيل، صار واضح؟ فإذا يبقى كل شيء ممكن في هذا الزمان، في هذا برؤية العين نحن نرى كل شيء ماذا؟ ممكنا، يعني يقبل أن يكون عدما ويقبل أن يكون ماذا؟ موجودا. فإذا كان هذا صحيحا، يعني إذا كان كل شيء يقبل العدم ويقبل الوجود وهو ممكن، فلا بد لكل ممكن من مؤثر خارجي، صحيح أم لا؟ حتى يوجده، وهذا المؤثر الخارجي لا يكون سوى الله تبارك وتعالى. فهذا هو برهان الإمكان الذي يثبت أن الله تبارك وتعالى موجود، صار واضح؟ هذا هو خلاصة ما سنبحثه الآن بالنسبة إلى هذه الجزئية، برهان الإمكان، ثم بعد ذلك نذهب إلى برهان الناظم وما إلى ذلك من براهين. قال: ويقابله واجب الوجود، أي الواجب لذاته، ومن وجوده نابع من ذاته لا من شيء آخر. وهذا التقسيم الثنائي للموجود، يعني الممكن والموجود، عفوا والواجب، الممكن والواجب، هو ما اصطلح عليه في علم الكلام بلا خلاف بينهم. يعني اصطلحوا في بين في علم الكلام أن كل موجود إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، صار واضح؟ إما أن يكون واجبا، هذا الموجود، ها كل شيء موجود، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا. خب، حيث يعدون، يعني أرباب علم الكلام، كل معقول أو متصور في عالم الذهن أو التصور إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي فإما أن يصح اتصافه به أو لا. دققوا هنا، كل شيء معقول أو متصور سواء في عالم الذهن أو التصور، حتى الأشياء الخيالية، الآن أشياء خيالية معينة، هذه الأشياء إذا نسبنا إليها الوجود الخارجي، يعني لها وجود خارجي، هذه الأشياء لها وجود خارجي، زين، إما أن يصح اتصافها به أو لا. مثلا نحن الآن نتصور ذهنيا وجود كوكب من الكواكب، زين، فهنا هل يصح هذا التصور؟ يعني هل له اتصاف صحيح به أم لا خارجا، يعني في الواقع الخارجي؟ نعم، هنالك كواكب، صحيح أم لا؟ هنالك كوكب، صحيح. فإذا كان الآن دققوا، إذا صح اتصافه بأنه موجود فينقسم إلى قسمين. إذا صح أنه هذا المعقول أو هذا المتصور موجود في الخارج ينقسم إلى قسمين، إما أنه واجب وإما أنه ماذا؟ ممكن، زين. إذا اتصف بأنه موجود لذاته، يعني من ذاته هو ماذا؟ هو موجود، فهو يكون ماذا؟ واجب الوجود، صار واضح؟ إذا لم يكن اتصافه بالوجود من ذاته فماذا يكون؟ يكون ممكنا، يكون ممكنا. كل معقول لا يصح اتصافه به، عفوا، كل معقول أو متصور في عالم الذهن أو التصور إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي فإما أن يصح اتصافه به، يعني بهذا الوجود الخارجي، أو لا.
فإن لم يتصح فإن لم يصح اتصافه به لذاته يعني لعدم قابلية تحققه في عالم الخارج، هذا شيء ممتنع، يكون ممتنعا عن التحقق، مستحيل أن يتحقق. فهو ماذا يكون؟ يكون فهو ممتنع الوجود لذاته كاجتماع النقيضين وارتفاعهما، وكوجود المعلول بلا علة توجده. صار واضح؟ كل شيء معقول إذا نسبنا إليه الوجود أنه موجود في الخارج، إما أن يصح اتصافه به أو لا يصح. إذا لم يكن يصح اتصافه بأنه فعلا موجود فهذا يكون الممتنع، يكون الشيء الممتنع الذي لا يمكن أن ينوجد، مثل ارتفاع النقيضين واجتماعهما معا، زين؟ أو مثل وجود المعلول بلا علة، شيء واضح أنه لا بد من علة له وهذا يكون بلا علة، هذا شيء محال فهو ممتنع. صار واضح؟ وإما أن يكون ماذا؟ يصح نسبة الوجود إلى هذا الشيء المتصور، هذا الشيء الذي تصورناه في الذهن سواء كان ماديا أو غير مادي، مثل الإله عز وجل مثلا، الآن نتصور في الذهن، معقول أنه موجود صحيح؟ شيء نتصوره في الذهن، فإما أن يكون موجودا أو غير موجود، يصح نسبة إليه أنه موجود؟ نعم. فهذا الإله هل وجوده نابع من ذاته؟ نعم، فإذا هو يكون ماذا؟ واجب الوجود. إذا لم يكن وجوده نابعا من ذاته فهو ماذا؟ ممكن. وإن صح اتصافه به، يعني وإن صح اتصاف هذا المعقول أو المتصور في عالم الذهن أو التصور، إذا صح اتصافه بالوجود الخارجي فإما أن يجب اتصافه به لذاته أو لا، يعني هذا الشيء يجب اتصافه بالوجود الخارجي لذاته نابع من ذاته أم لا. فالأول يعني إذا كان وجوب اتصافه بالوجود الخارجي من ذاته أو بذاته فهو الواجب لذاته، أي الله تبارك وتعالى واجب الوجود بنفسه لا بشيء آخر، هذا هو الموجود الوحيد الذي هو واجب الوجود لذاته بلا مؤثر، لا يعني وجوده ليس متقوما بغيره، زين؟ والثاني يعني إذا لم يصح اتصافه بالوجود الخارجي لذاته، مو لذاته كان أما موجود في الخارج، فهذا هو ممكن الوجود لذاته لا لغيره، أي دائما الممكن وجوده لنفسه ومن غيره بحيث لا يمكنه أن يوجد نفسه بل بحاجة إلى من يوجده، هذا الممكن بحاجة إلى من يوجده. وزبدة المخض يعني المحصلة أو النتيجة من هذا الكلام أن المتحقق في عالم الخارج، في هذا العالم عالم الخارج الذي نراه أو الذي نتصوره أو الذي نعقله، شيئان لا ثالث لهما، واجب الوجود بذاته وهو الخالق والبارئ العظيم والمصور الحكيم، وممكن الوجود وهو ما عداه سبحانه على الإطلاق. فالأول يعني واجب الوجود واجب بنفسه من دون أن توجده جهة أخرى، وإلا لتسلسل، والتسلسل باطل بحكم ضرورة العقل. إذا قلنا بأن هذا واجب الوجود، هذا له شيء قد أوجده، هنالك مؤثر خارجي هو من أثر فيه وأوجده، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي التسلسل. يعني شنو التسلسل؟ يعني نقول هذا واجب الوجود، من الذي أوجده؟ أوجده مثلا ألف، ألف من الذي أوجده؟ يجب أوجده باء، باء من الذي أوجده؟ أوجده جيم، جيم من الذي أوجده؟ أوجده دال، وهكذا. فإذا سنمشي بالتسلسل إلى ما لا نهاية. صار واضح؟
فإذا يستحيل أن يكون واجب الوجود قد أوجدته جهة أخرى، هذا مستحيل، لابد أن نقف عند حد معين، وهذا هو خلافنا مع الماديين. الماديون يقولون نعم كل شيء الآن ممكن، ما يختلفون في هذا الشيء، ما يختلفون. زين، نرجعها إلى أصلها إلى أصلها إلى أصلها إلى أصلها، يرجعون إلى ما يسمى بنبضة الطاقة، ذكرنا لكم فيما سبق، يقولون أصل الكون شيء يسمى نبضة الطاقة. زين، هذه نبضة الطاقة التي كانت في العدم، تكونت في العدم، من الذي جاء بها؟ يقولون نتوقف عند هذا الحد، ما نعرف. صار واضح؟ نبضة الطاقة هذه واجب الوجود؟ يقولون لا، ممكن، لأنه إذا قالوا واجب الوجود يعني اعترفوا بالله، أما سموا الله نبضة الطاقة بس، هو هذا، ما اختلفنا إلا بالمصطلحات. صار واضح؟ ما اختلفنا إلا بالمصطلحات. هم يسمون الله نبضة الطاقة، خوف سمي نبضة الطاقة، المهم أنه واجب الوجود أم لا، شيء أوجد الكون أم لا. صار واضح أم لا؟ هم يقولون نعم أوجد الكون، ولكن ماذا؟ هو ممكن. ولذلك الإشكال عليهم أقوى من الإشكال علينا، ومع الأسف في هذا الزمان القضية معكوسة، كأنما المادي هو المنتصر، لأنه يأتي للمؤمن يقول له أنه أنت تؤمن بالله، خب قل لي الله من وين إجى، الله من وين جاء. خب واحد يعكس الكلام، خب أنت قل لي أنت من أين جئت، يقول من أبي، أبوك من أين جاء، من أبي، وهكذا وهكذا وهكذا. خب آخر شيء لازم تصل إلى حد الكون من أين جاء، يقول من انفجار سحابة كونية ما أدري شنو صار، زين في الماضي استحيل. خب بعدين بعد أخيرا نتيجة الجرة إلى أن وصلك إلى نبضة الطاقة. زين، نبضة الطاقة من أين جاءت، من أين جاءت هذه النبضة، أيضا ما يعرف. فإذا الإشكال مشترك بيننا، ولكن نحن أعقل، لأننا نقول أن هذا الذي تسميه نبضة الطاقة مثلا الذي هو أصل الوجود، هذا هو إله حكيم قادر مختار، وهو واجب الوجود، يستحيل عليه العدم. أما أنتم فتقولون العكس تماما، ولذلك الإشكال يتوجه إليكم لا إلينا. فالأول واجب بنفسه من دون أن توجده جهة أخرى، وإلا لتسلسل، والتسلسل باطل بحكم ضرورة العقل. والثاني يعني ممكن الوجود، ما هو؟ لابد أن توجده جهة أخرى، وإلا فلا يصح أن يوجد نفسه بنفسه، بل لا يمكنه ذلك أصلا. ما يقدر، يقدر الممكن أن يوجد نفسه بنفسه؟ هذا محال عقلا، هذا لا يستحيل، لا يستقيم مع العقل. ولا يمكن أيضا لممكن آخر مثله أن يوجده لاقتضاء ذلك الدور والتسلسل، وهما باطلان بحكم العقل. يعني هذا الشيء الممكن، هل من الممكن أن يقال أن ممكنا آخر قد أوجده؟ طبعا لا تأتوني بمثال السيارة الذي ذكرناه، نحن جئنا بمثال السيارة كمجرد تقريب، ولذلك نبهنا بأن الموجد بالأصل هو الله عز وجل، إنما أنت استخدمت الممكنات، رتبتها بطريقة معينة، أوجدت السيارة، هيئة السيارة أنت جئت بها. صار واضح؟ مو أنه بل واضح، من الذي وهبك العقل، من الذي وهبك القدرة، من الذي وهبك هذه الممكنات، هذه المواد حتى تصنع من السيارة. فإذا الموجد بالأصل من هو؟ الله عز وجل. نحن جينا بهذا المثال للتقريب فقط، كلامنا هذا الشيء الممكن، هل يمكن أن يوجده ممكن آخر في نفس الوقت؟ يعني نفرض أنه أصل الكون، أصل الكون شيء ممكن، نقول لهم نبضة، يقولون نبضة الطاقة، طيب نبضة الطاقة من الذي جاء بها؟ يقولون صوت الطاقة مثلا، زين، طيب صوت الطاقة من الذي جاء بها؟ يقولون نبضة الطاقة. فيصير هذا ما يسمى بالدور، والدور باطل، يعني شيء يوجد الآخر، هذا مستحيل. فإما هذا الكلام حينما نقول أن ممكنا
قد أوجد ممكنا آخر، هذا لا يخلو إلا من واحد من اثنين، إما أن يستلزم ذلك الدور وهو باطل، وإما أن يستلزم ذلك التسلسل وهو باطل. يعني إما أن يكون الدور نقول أن الألف أوجد الباء والباء ثم بعد ذلك أوجد الألف وهذا باطل محال، وإما أن نقول الألف أوجد الباء، هو بالألف من الذي أوجده؟ أوجده الجيم، الجيم من الذي أوجده؟ أوجده الدال، تسلسل، والتسلسل والدور كلاهما باطلان. صار واضح؟ شكرا عندنا وقت خلاص؟ وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.